معكم مع عائلتي، عائلة الإعلام والانتصار، وهذا أؤكد بفضل الثقة التي منحها لي السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. هذه الثقة تعتبر بالنسبة لي هي مسؤولية ثقيلة وثقيلة جدا، وإذا كنا قد بذلنا كل جهد في المناصب السابقة التي كنا ننشط فيها، أؤكد لكم أننا سنبذل جهد أكبر، لأن المهمة كبيرة والتحديات أكبر. وكما تعلمون احنا رانا على أبواب الانتخابات، وللصحافة دور كبير وكبير جدا لإنجاح الانتخابات المقبلة، ونتكل على كل الناس، كل أبناء القطاع، كل المناصب وكل الصحافة، سواء كانت مكتوبة، سمعية، بصرية، إلكترونية، كل الصحافة بدون استثناء، عمومية ولا خاصة، باش يساهموا في تطوير القطاع، لأن ينتظرنا عمل كبير وكبير جدا، وعندنا ورشات كبيرة وكثيرة. إن شاء الله نبذلوا كل جهد ونوصل إن شاء الله إلى الهدف المنشود، وشكرا. الجزائر اليوم والحمد لله مبنية على مؤسسات وليس أشخاص، ولها دوما كفاءتها ورجالتها. كما أهنئ بذات المناسبة السيد الصديق الزميل محمد بسليماني على توليه مسؤولية قطاع الاتصال، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في استكمال هذه المهمة النبيلة والحساسة. أجدد شكري للسيد رئيس الجمهورية على الثقة المطلقة، وأتمنى كل التوفيق لمعالي الوزير.